مع اقتراب الهدنة الأممية في اليمن من نهايتها، يطرح يمنيون تساؤلات كثيرة عن مصير هذه الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل نيسان الماضي لمدة شهرين قابلة للتمديد. ويبدو الشارع اليمني تشاؤما كبيرا حيال تمديدها وإمكانية تحولها إلى وقف دائم لإطلاق النار في ظل التعاطي السلبي للأطراف اليمنية والخروقات المستمرة للهدنة والتحشيد العسكري في الميدان، إضافة إلى تحول بعض البنود إلى ساحة للاتهامات المتبادلة بشأن عدم جدية كل طرف في تنفيذ جوهر الاتفاق. إذا فك الحوثيون الحصار والميليشيات الحوثية الحصار على مدينة تعز، يمكن ذلك أن يعزز من إجراءات الثقة بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، وسيحفز المبعوث الأممي على دعوة الطرفين لمفاوضات قادمة لحلحلة بقية الملفات. والمسار الآخر فيما لو استمرت السلطة الشرعية في تقديم التنازلات والاستجابة لمقترحات وضغوط الأمم المتحدة بما يلبي مطالب الحوثيين، عندئذ يمكن للأمم المتحدة أيضا أن تدعو الأطراف للتقديم. ويحذر مراقبون سياسيون من انتهاء الهدنة في ظل استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، مؤكدين على أن عدم الدفع بخيار السلام إلى الأمام سيكون له تداعيات سلبية وخطيرة، وسيخلف حربا جديدة في ظروف مختلفة، خصوصا مع إعادة ترتيب بيت الشرعية وتشكيل مجلس قيادة رئاسي جديد يضم أبرز القيادات العسكرية والقبلية اليمنية. أعتقد أن الحرب ستكون مؤلمة إذا لم يكن السلام هو الحل الوحيد، لأن ربما سنصل إلى مرحلة أن الحل الوحيد هو الحرب، ولذلك سينخرط بها اليمنيين بشكل أعنف من السابق، وعلى كل من يريد السلام أن يلتقط الفرصة الأخيرة لإحلال السلام في اليمن، لأن المرحلة القادمة ستكون أصعب وشراسة وقتال أكثر، لأن الأمل الوحيد سيكون البندقية بدلا من الحمامة. وعلى الرغم من أن الجهود الأممية والدولية تبدو أكثر تصميما من أي وقت مضى على وضع حد للحرب في اليمن، يشير مراقبون إلى أن الأمر يبقى مرتبطا بمدى تجاوب الأطراف اليمنية مع دعوات السلام أكثر من أي شيء آخر. ما بين التمديد للهدنة الأممية مع تواصل الضغط الدولي لتحسين ظروفها والتقليل من حالة عدم الثقة بين الأطراف وبين انهيارها وتجدد المواجهات العسكرية من جديد، يترقب اليمنيون أي من الخيارين سيمضي إليه اليمن الذي ظلت فيه كل الاتفاقات مجرد عناوين عريضة لسلام هش تتناوشه الخروقات والتجاوزات. معاذ منصر، اليوم، تعز.